اهدنا الصراط المستقيم. أو أن يتخلق بأخلاقهم، أو أن يرفع لهم قدرا ويقيم لهم وزنا بعد أن حقرهم الله عز وجل وذمهم ووصفهم بهذه الأوصاف التي تدل على حقارتهم وخستهم. وكم في القرآن من أوصاف تدل على أن اليهود والنصارى من أخبث خلق الله عز وجل، وأنهم من أسوأ المخلوقات، وأن الله عز وجل قد مسخ منهم من مسخ، وأن الله عز وجل قد مسخ منهم من مسخ، قردة وخنازير. أفيليق بعد هذا بمسلم أن يتشبه بهم أو أن يسلك طريقه؟ خطبة للشيخ الفاضل حسين بن علي الشراعي حفظه الله كانت بتاريخ 27 من شهر جمادى الأولى لعام 43 و400 ألف الهجرة، وإليكم المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن ربنا جل وعلا أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، فقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين دليلين. وجل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد حث الله عز وجل على الدعاء، وحثنا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الدعاء. ولا شك أن الدعوات تتفاضل، وأن الإنسان بحاجة إلى بعض الدعوات أكثر من حاجته إلى البعض الآخر، وإن كان لا يستغني عن سؤال ربه في كل صغيرة وكبيرة، لكن بعض الأشياء أهم من بعض. ومن هنا فهناك دعوة شرع الله عز وجل لنا أن ندعو بها في كل صلاة من صلواتنا، بل في كل ركعة من ركعات الصلاة التي نصليها، سواء كانت تلك الصلاة فرضاً أو نفلاً. هذه الدعوة ضمنت في أعظم سورة من كتاب الله جل وعلا، وهي سورة الفاتحة، فإن هذه السورة هي أفضل سور القرآن، وهي أعظم سور القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه لما دخل عليه وهو يصلي في المسجد، فناداه: يا أبا سعيد. فاستمر في صلاته، فلما انتهى من صلاته أقبل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا أبا سعيد، ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟
قال إني كنت في صلاة، فقال ألم تسمع قول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم قال له يا أبا سعيد لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. قال فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج قلت يا رسول الله إنك قلت كذا وكذا، فقال نعم سورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي أعظم سور القرآن على الإطلاق، بل قال جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن خلاصة الكتب السابقة مضمنة في القرآن، وإن خلاصة القرآن في سورة الفاتحة، وخلاصة سورة الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. هذه السورة العظيمة ضمنها الله عز وجل هذه الدعوة العظيمة، وهي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآية تضمنت سؤال الهداية، وهي أعظم ما يسأله العبد ربه جل وعلا، سؤال الهداية إلى الصراط المستقيم. معشر المسلمين، إن الله جل وعلا نصب لعباده صراطا مستقيما، وهو دين الإسلام، وشرائعه وأحكامه هي الصراط المستقيم الذي يصل إلى رب العالمين جل وعلا، وأمر عباده بسلوك هذا الصراط والسير عليه وعدم الانحراف عنه يمنة ولا يسرة. ولذلك أمر عباده أن يسألوه في كل ركعة من صلوات قائلين اهدنا الصراط المستقيم، بصرنا بهذا الصراط، دلنا عليه، أرشدنا إليه، وفقنا لسلوكه، وفقنا للاستمرار عليه. والهداية معنى واسع، والإسلام هو أعظم ما يهدى به الإنسان إلى الصراط المستقيم. لكن مع ذلك حتى ولو كان الإنسان مسلما فإنه لا يزال يحتاج إلى الهداية إلى الصراط المستقيم، فإن الصراط المستقيم له تفاصيل كثيرة، وما من مسلم إلا وعنده قصور أو تقصير في سلوك هذا الصراط، عنده تقصير في بعض الطاعات ووقوع في بعض المحرمات، فلا زال بحاجة أن يسأل ربه كمال الهداية وتمامها، ويسأله أيضا الثبات على الهداية على هذا الصراط حتى يلقى ربه جل وعلا. الصراط المستقيم من هدي إليه فقد حاز الخير الدنيوي والخير الأخروي، لأن الهداية إلى الصراط المستقيم في الدنيا توصل العبد إلى جنة الله عز وجل ورضوانه، وتكون سبباً في ثباته على الصراط المستقيم أو على الصراط المنصوب على متن جهنم في الآخرة. لذلك يقول أهل العلم من سلك الصراط المستقيم في الدنيا وهو هذا الدين الحنيف وشرائعه، من سلكه وسار عليه سلك الله عز وجل به ذلك الصراط وأقامه عليه ووفقه للسير، وجاه من أن يخدش أو أن يسقط على النار. فإن الله جل وعلا ينصب لعباده في الآخرة صراطا مستقيما، جاء في أوصافه أنه أحد من السيف، أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، وأنه دحض مزلة، وهو منصوب على متن جهنم. فمنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كالراجل المسرع، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، كل ذلك بحسب الأعمال وبحسب الاستقامة على الصراط المستقيم في الدنيا
وعلى الطاعات والعبادات والبعد عن المحرمات، فبان بهذا أهمية هذه الدعوة وأهمية الإكثار منها وتكرارها في الليل والنهار وفي كل صلاة وفي كل ركعة من ركعات الصلاة. اهدنا الصراط المستقيم. عباد الله، كم نكرر هذه الآية ونقرأها في كل صلاة، لكن نقرأها بلسان بألسنتنا وقلوبنا في غفلة وفي إعراض وعدم تدبر وعدم استشعار لأهمية هذه الدعوة العظيمة. اهدنا الصراط المستقيم. ولا بد للمسلم في حال صلاته أن يستشعر هذا الخطاب وهذا الدعاء وهو يوجهه لربه سبحانه قائلا اهدنا الصراط المستقيم. هنا يكون للدعوة نفعها ويكون لها أثرها وتؤتي ثمارها بالله إذا قالها الإنسان بلسان صادق وقلب حاضر وإقبال على رب العالمين سبحانه وتعالى وهو يسأله ويدعوه اهدنا الصراط المستقيم. أما أن يكون في غفلة ولا يدري ماذا قرأ ولا يدري كيف قرأ، فأنا يستجاب لهذا الدعاء، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل الله. تصلي بلا قلب صلاة بمثلها يكون الفتى مستوجبا للعقوبة، تظل وقد أتممتها غير عالم، تزيد احتياطا ركعة بعد ركعة، تخاطبه إياك نعبد مقبلا على غيره فيها لغير ضرورة، ولو رد من ناجاك للغير طرفه تميزت من غيظ عليه وحنقتي. عباد الله، هذا الدعاء لا يستغني عنه العبد مهما كان، ولا يمل المسلم الصادق من تكراره والإكثار منه، لأنه يعلم مسيس الحاجة إليه وشدة الافتقار إلى ما تضمنه من المعنى العظيم الهداية إلى الصراط المستقيم. وهذه الهداية تتضمن أمرين بتحقيقهما يتحقق للعبد السلوك على هذا الصراط، وهما العلم النافع والعمل الصالح. هذان الأمران هما اللذان بعث الله عز وجل بهما نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كما قال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال المفسرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فهذان الأمران هما اللذان بعث بهما نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم، وهما اللذان يسلك بهما العبد الصراط المستقيم، أن يتعلم أمور دينه وشرائع دينه وأحكام دينه، يتعلم ما أمره الله عز وجل وما نهاه الله عز وجل، يمتثل أمره ويجتنب نهيه، يتعلم أحكام الطاعات والعبادات، أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج لذلك من العبادات، ويتعلم أحكام المعاملات وكيف يعامل عباد الله وكيف يعامل خلق الله وكيف يعامل المسلمين وكيف يتعامل في بيعه وشرائه ونكاحه وطلاقه وغير ذلك من أنواع المعاملات. كل هذا مما جاء به ديننا الحنيف، العلم النافع الذي يتبصر به العبد أمور دينه ويعرف بها أحكام هذه الشريعة، ثم بعد ذلك يعمل بما تعلم ويسلك طريق العمل بعد أن عرف ما يجب عليه وما يحرم، ما يحل له وما يحرم، ما أمر به وما نهي عنه،
عرف الطاعة وأحكامها، وعرف المحرمات وما يجب عليه تجاهها، بعد ذلك يسلك طريق العمل. فإذا فعل ذلك فهو يكون قد سلك الصراط المستقيم وسار عليه في هذين الأمرين، العلم النافع والعمل الصالح. ومتى ضل عن واحد منهما انحرف عن الصراط المستقيم، متى ترك العلم وعمل بغير علم فقد انحرف عن الصراط المستقيم، ومتى تعلم ولم ينتفع بعلمه ولم يعمل بعلمه فلا يكون سالكا للصراط المستقيم ولا سائرا عليه ولا مقتديا بمن سار عليه أبدا. ولذلك ذكر الله عز وجل بعد هذا أقسام الناس بالنسبة إلى الصراط المستقيم، وقسمهم إلى ثلاثة أقسام، فقال: صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه ثلاثة أصناف ذكرهم الله عز وجل: صنف سلك الصراط المستقيم، وصنفان تنكبا عنه وحادا عن السير عليه. فأما الصنف الأول فهم الذين نعتهم الله ووصفهم بقوله أنعمت عليهم، وأضاف الصراط إليهم إضافة تشريف وتكريم، لأنهم هم الذين سلكوه وهم الذين ساروا عليه وهم الذين ساروا فيه حتى حققوا ما أراد الله عز وجل منهم. صراط الذين أنعمت عليهم، من هم هؤلاء الذين نعتهم الله بهذا النعت وكرمهم بهذا الوصف؟ أضاف الصراط إليهم الصراط المستقيم، قال: صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ لقد ذكرهم الله عز وجل في موضع آخر من كتابه الكريم فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله أكبر، نعم الرفيق وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم سالك الصراط المستقيم، هم المنعم عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. النبيون هم في الدرجة الأولى من هذا الصنف المنعم عليهم، وهم في مقدمة السائرين على هذا الصراط. والصديقين وهم عباد الله الصالحون الذين هم في أعلى مراتب الصلاح ودرجاته، الصديقون والشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله وقاتلوا أعداء الله، الذين قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، الذين أقام الله بهم الدين ونصر بهم الشرع ونشر بهم هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها حتى وصل إلينا. والصالحين وهم الذين حققوا ما أراد الله عز وجل منهم، امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي وأطاعوا ربهم سبحانه، ولكنهم دون مرتبة الصديقين، هم على مرتبة عظيمة من الصلاح لكنهم دون الصديقين الذين هم في مرتبة تلي مرتبة الأنبياء. نعم عباد الله، هؤلاء الأصناف هم المنعم عليهم الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الفاتحة وأضاف الصراط إليهم صراط الذين أنعمت عليهم. ولذلك قال في ختام الآية التي في سورة النساء قال: وحسن أولئك رفيقا، أي هؤلاء هم رفقاؤك أيها المسلم على هذا الطريق وفي هذا الصراط، هم الذين ساروا قبلك، هم الذين مشوا على هذا الطريق حتى إلى الله عز وجل. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ولا زال من الصديقين والصالحين والشهداء بقية يسيرون على هذا الصراط، ويتبعهم من يتبعهم من عباد الله الصالحين في هذا الصراط. فنعم الرفقاء ونعم الأسوة والقدوة لمن تأسى واقتدى بهم، هنيئا له. عباد الله، هذا شرف عظيم أن يكون هؤلاء أسوتك وهؤلاء قدوتك وهؤلاء رفقاؤك، وإن لم تدركهم في الدنيا فستدركهم بإذن الله عز وجل في الآخرة.
وتكون معهم في درجات الجنة بإذن الله عز وجل. ولذلك كان سبب نزول هذه الآية أن رجلا من الأنصار كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكان لا يصبر عنه. كان كما قالت عائشة رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، والله إني لأحبك، وإني لأشتاق إليك، وإني لأكون في بيتي فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، وإني ذكرت موتي وموتك يا رسول الله، وأنك إذا مت رفعت مع النبيين والصديقين، وإذا مت فأدخلت الجنة كنت في درجة دونك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية التي فيها هذه البشرى العظيمة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أي في الآخرة يبلغه الله عز وجل في درجاتهم وقريبا منهم، ويراهم ويجتمع بهم في الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أي والله نعم الرفيق في هذا الطريق وفي هذا الصراط المستقيم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، هذا هو الصنف الأول ممن ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية، وهم الذين حققوا السير على هذا الصراط علماً وعملاً، وهم المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم ذكر الله عز وجل صنفين آخرين، وهم المغضوب عليهم والضالون، وأمرنا أن نسأله أن يسلك بنا وأن يهدينا صراط المنعم عليهم، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين. فمن هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون؟ جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكان عدي بن حاتم في الجاهلية كان على دين النصرانية، وحصلت غزوات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه، وكان عدي بن حاتم في غزوة من تلك الغزوات وانتصر المسلمون، وفر عدي بن حاتم رضي الله عنه، وذلك قبل إسلامه. ثم جاء بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وقرره بشرائعه، وكان مما قال له: يا عدي بن حاتم، ما يفر، أي لماذا تفر، ما يفرك، أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم إلهاً مع الله أو تعلم إلهاً غير الله؟ يا عدي بن حاتم، النصارى اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الجليل، وهو يبين له أن اليهود والنصارى وإن كانوا على دين حق قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم بعد أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتبعوه صاروا على ضلالة وصاروا على باطل، ويجب عليهم أن يدخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وقد ذكر العلماء السبب في ذلك، وأن السبب في كون اليهود مغضوب عليهم أنهم خالفوا الحق بعد أن عرفوه وتيقنوه وتبينوه، فاستحقوا الغضب من الله عز وجل. قل: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. لقد بعث نبينا عليه الصلاة والسلام وهاجر إلى المدينة
وكان اليهود يقتلون في المدينة كثير منهم، وكانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه في كتابهم قبل أن يبعث، وكانوا يذكرون ذلك للأوس والخزرج ويقولون لهم لقد آن أوان نبي يبعث في هذا الزمان سنقاتلكم معه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به لأنه كان من العرب ولم يكن منهم. قال الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فهم كانوا يعرفون الحق ويعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي صدق من عند الله عز وجل. قال الله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إذن كانوا يعرفون الحق لكنهم كتموه وعموه وظللوا على أتباعهم، فاستحقوا الغضب من الله غير المغضوب عليهم. وأما النصارى فكانت لهم رهبانية وكانت لهم صوامع يعبدون الله عز وجل فيها على جهل وعلى ضلال ودون تبصر ولا تبين، فاستحقوا أن يوصفوا بهذا الوصف وهو الضلال، فهم ضالون. وكل من سلك طريق هؤلاء أو هؤلاء كان له من الوصف بحسب ما هو فيه. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فاليهود عرفوا الحق وخالفوه وتنكبوه، والنصارى عملوا لكن بجهل وضلال دون معرفة ولا اتباع للحق، فأولئك مغضوب عليهم وأولئك ضالون. وكل من عرف الحق وخالفه ولم يتبعه فهو من المغضوب عليهم، وكل من تعبد عن جهل دون قوية ولا تأمل ولا بحث عن الحق فهو من الضلال. عباد الله، لقد ذم الله عز وجل اليهود والنصارى بهذا الذم القبيح: مغضوب عليهم وضالون. فقبيح بالمسلم أن يتشبه بهم أو أن يتخلق بأخلاقهم أو أن يرفع لهم قدرا ويقيم لهم وزنا بعد أن حقرهم الله عز وجل وذمهم ووصفهم بهذه الأوصاف التي تدل على حقارتهم وخستهم. وكم في القرآن من أوصاف تدل على أن اليهود والنصارى من أخبث خلق الله عز وجل، وأنهم من أسوأ المخلوقات، وأن الله عز وجل قد مسخ منهم من مسخ قردة وخنازير. أفيليق بعد هذا بمسلم أن يتشبه بهم أو أن يسلك طريقهم أو أن يعظم أو أن يعظم عاداتهم وتقاليدهم؟ هذا والله قبيح، وهو تنكب عن الصراط المستقيم وحيدة عنه وميل عنه بحسب ما يصل إليه. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. عباد الله، كم نرى ونحن في بداية السنة الميلادية الجديدة، كم نرى من أبناء المسلمين من يهنئ بعضهم بعضا بعيد الميلاد كما يزعمون، ويعلقون في ذلك الشعارات، ويتراسل بعضهم مع بعض في وسائل التواصل بعبارات التهاني والملصقات وغير ذلك. وهذا والله من الخطورة بمكان، فإن معنى الميلاد عند أولئك القوم عند النصارى له معنى خطير جدا لا يفقهه كثير من أبناء المسلمين. إنهم يحتفلون على زعمهم بابن الرب كما يقولون، فعيسى عندهم هو ابن الرب، فهم قالوا عيسى ابن الله كما ذكر الله عز وجل عنهم ذلك، وعيسى بريء منهم ومن طرائقهم. أفتهنئهم بمثل هذه العقيدة
الكفرية الخبيثة السيئة، هذا لا يصدر من مسلم يخاف ربه جل وعلا ويرضى بدين الإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هم يعتقدون هذه العقيدة الخبيثة، بل ويرددون هذا في إذاعاتهم. لهم إذاعات تبث في الليل والنهار، وهم يرددون هذا الكلام بكل صراحة، ويعبر بقولهم الابن أو روح القدس أو نحو ذلك. وكثير من المغفلين من أبناء المسلمين لا سيما الشباب يهنئ صاحبه بعبارات التهاني موافقة لأعداء الإسلام ولأولئك القوم فيما يزعمون من عيد ابن الرب تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا من مكة إليها، قدم ووجد أن لأهلها عيدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. هذان هما العيدان الوحيدان في العام، وهناك عيد ثالث وهو هذا اليوم العيد الأسبوعي الذي يتكرر على المسلمين في كل أسبوع. لا رابع لهذه الأعياد في دين الإسلام، ولا يجوز التشبه بأعداء الإسلام في مثل هذه الأمور، وبعضها أخطر من بعض. وإن كانت كل الأعياد من التشبه بهم، أعياد الميلاد أو عيد الشجرة أو عيد الأم أو غير ذلك من الأعياد، عيد الحب وهو من أخبثها، لكن هذا العيد هو أخبث ما يحتفل به أعداء الإسلام لما لهم في ذلك من عقيدة سيئة، فلا يجوز لمسلم أن يشاركهم في ذلك، ولا أن يهنئهم ولا أن يهنئ أخاه بمثل هذا العيد الذي ليس من أعياد المسلمين. إن كثيرا من شباب المسلمين لا يحتفي بالأعياد الشرعية مثل هذا الاحتفاء، ولا يقيم لها وزنا كما يقيم لمثل هذه الأعياد المحدثة السيئة الباطلة. أين عقول أولئك؟ وأين هم من دينهم؟ يا عباد الله، اهدنا الصراط المستقيم تتضمن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، والتشبه به في أقواله وأفعاله وأحواله ولباسه وهيئته وصفته وفي كل أمر من الأمور، وتقتضي أيضا البعد عن التشبه بأعدائه من اليهود والنصارى وغيرهم من أعداء الإسلام. فالله جل وعلا نهانا عن التشبه بهم، بل وأمرنا أن ندعوه في كل ركعة أن يجنى طريقهم وسبيلهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي غير طريق المغضوب عليهم وغير طريق الضالين من اليهود والنصارى ومن شابههم ومات لهم في ذلك. وهذا مجرد مثال، أعني عيد الميلاد، وإلا فهذا يتضمن النهي عن التشبه بهم في كل ما هو من خصائصهم. نعم عباد الله، فليدعو الإنسان ربه عز وجل بهذا الدعاء وهو مقبل على الله عز وجل بلسانه وقلبه، وهو يستحضر ما يقول، وهو يعلم أهمية هذا الدعاء وأنه أهم دعاء يدعو به المسلم في حياته. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويجنبنا طريق الردى. نسأله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء دينك أجمعين من اليهود والنصارى ومن شايعهم ومن أنصرهم يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد، وأقمع أهل الشر والفساد والعناد. اللهم عليك بأعداء دينك أجمعين ممن يكيدون للمسلمين في الليل والنهار والسر والجهار. اللهم أفشل مخططاتهم
ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا متين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح البلاد والعباد، واقمع أهل الشر والفساد، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.